بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الـ Thermal Resistance Concept. بدأنا الفيديو اللي فات وممكن نطور الفكرة أكتر ونتكلم لو أنا عندي Network. فتخيلوا أن أنا عندي Wall بيحصل Heat Transfer by Convection من على الشمال، ففي عندي مثلا T Infinity هنا T Infinity 1 وبعدين بيحصل Heat Transfer by Convection لحد Surface اللي هو يبقى Temperature عند T 1 وبعدين يحصل Heat Transfer by Conduction وبعدين Heat Transfer by Convection من السيرفس الثاني تي 2 لحد تي انفينيتي 2. فلما نيجي نحسب الكيو دوت، هو الكيو دوت هتبقى واحده ماشيه من الشمال لليمين لان انا عندي ستيدي ستيت كونديشنز. فالكيو دوت ممكن تتحسب من هنا او من هنا او من هنا او من كله. فنقول ايه الكيو دوت؟ ممكن تي انفينيتي 1 ماينس تي 1 على الريزيستنس بتاعت الكونفكشن 1. اوكي، الريزيستنس بتاع الكونفكشن 1 دي شفناها المره اللي فاتت ممكن تبقى بتساوي 1 على الاتش في الاي، لان نيوتنز لو اوف كولينج بيقول ان كيو دوت بيساوي اتش في اي في التي انفينيتي 1 ماينس التي 1. تمام، فهنا دي الاتش 1 عندي على الطرف الشمال هنا، ده الاتش 1. اوكي، وبرده الكيو دوت ممكن احسبها من جوه الكوندكشن من جوه الوول، بيساوي تي 1 ماينس تي 2 على الار كوندكشن، والار كوندكشن دي بتساوي ال لينس على الهيت ثيرمال كوندكتيفيتي في الاريا، ودي برضو بتساوي التي 2 ماينس التي انفينيتي 2 على الار كونفكشن 2. فممكن احسب الكيو دوت من واحده من الثلاثه دول. طيب هل ممكن احسبها من التوتال من تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2؟ طبعا ممكن. انا لو جمعت النيوميريتورز اللي فوق والدينوميريتور اللي تحت هقدر اوصل للايكويشن ان تي 1 بالنيجاتيف وتي 1 بوزيتيف يروحوا مع بعض وتي 2 بالنيجاتيف وتي 2 بالبوزيتيف يروحوا مع بعض، فيبقى فاضل تي انفينيتي. يعني اقول ايه؟ كيو دوت بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2 على هجمع تحت برضو على ار كونفكشن 1 بلس ار كوندكشن بلس ار كونفكشن 2. طب هل انا ينفع اعمل كده؟ ينفع اجمع لفوق ينفع اجمع لتحت؟ اه طبعا، لو دي يعني إكواليتي في الماثماتكس سهلة. يعني مثلا تخيل أنا عندي تلت، فتلت بنقول إيه؟ 1 على 3 بتساوي 2 على 6 بتساوي 3 على 9 مثلا. بس لو جمعنا اللي فوق التلاتة على بعض يعني 1 و2 و3 بتساوي 6، وجمعنا اللي تحت 18، 6 على 18 برضو بتساوي تلت، بيساوي بعض. أو جمعنا أي 2، لو جمعت مثلا 6 و3 يعني 9 على 18 29 27 برضو بتساوي تلت. فممكن اجمع لفوق واجمع لتحت وحافظ على نفس الاكواليتي يعني، وده اللي احنا عملناه هنا. لما جمعنا اللي فوق بقى مش فاضل غير تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2، وجمعنا لتحت فجمعنا الريزيستنس، فبالتالي بقى الريزيستنس التوتال كان انا عندي بالظبط 3 ريزيستنس ورا بعض ان سيريز. فريزيستنس التوتال بتساوي تجميع R1 plus R2 plus R3، تجميع الثلاثة ريزيستنس. وده اللي احنا بنعمله في الكهرباء. الكهرباء احنا بنعمل كده برضو لو كان عندي ريزيستنس ان سيريز، نفس الانالوجي يعني، لان احنا في الكهرباء في الهيت ترانسفير بين كيو دوت بيساوي الدرايفنج فورس اللي هي تمبرشر ديفرنس على الريزيستنس اوف هيت ترانسفير اللي هي الR. دي ايكويفالنت او يعني انالوجس للكرنت اللي هو فلو اوف الكترونز، ده بيساوي الدرايفنج فورس اللي هو البوتنشال ديفرنس مقسومه على ريزيستنس اوف ذا فلو اوف الكترونز او ريزيستنس اوف ذا كارنت. فهما انالوجس، فبالظبط زي ما بتعمل كده بتجمعهم في السيريز. وان بارالل لو هما ان بارالل، لو عندي ريزيستنس ان بارالل كنا بنقول ايه؟ لو دي ار1 وار2 كنا بنقول ان الار التوتال بتساوي 1 على 1 على ار1 زائد 1 على ار2. ودي برضو ممكن نثبتها هنا دلوقتي. نقول ايه؟ لو كان انا عندي، لو تخيل ان ده كيو دوت، فكيو دوت مشي واتقسم اثنين، كيو دوت واحد وكيو دوت اثنين، فالكيو دوت بتساوي كيو دوت واحد بلس كيو دوت اثنين. تمام؟ يعني نفس التمبرشر ديفرنس ما بين الاثنين، هي تي 1 ماينس تي 2 ماينس تي 2 على الار 1 بلس تي 1 ماينس تي 2 على الار 2. فممكن اخد ال T1 و T2 common factor، يبقى ال Q dot بيساوي T1 minus T2 كويس في 1 على R1 plus 1 على R2.
يبقى انا 1 بلس ار 1 بلس 1 ار 2 ده هسميه 1 على ار توتال. يبقى 1 على ار توتال بيساوي 1 على ار 1 بلس 1 على ار 2 كويس. فيبقى اذا الكيو دوت بتساوي تي 1 ماينس تي 2 على ار توتال. فده لما يكون ان بارل تقدر تتعامل فيها كده زي بالظبط الكرنت يعني الالكتريكال كرنت نفس الفكره بالظبط. ودي ممكن نستخدم الفكره دي بقى ان احنا نحل المسائل. فممكن يكون عندي مالتي لايرز مش بس وول واحده زي ما موجوده هنا. ممكن يبقى عندي كذا لاير جنب بعض. فتخيلوا ان عندي مساله موجوده فيها المساله دي عندي دبل بين ويندوز فشباك فيه لوحين ازاز. ففي المساله دي عندي دبل بين ويندوز ادي واحد وادي واحد تاني. الفرق الدايمنشنز بتاعتهم هو طبعا مديني الاريا بتاعت الازاز يعني بتاع الشباك. فبس هو بيقول ان هم 4 ملم كل واحده فيهم 4 ملم وما بينهم هم ما بين بعض 10 ملم وفي هواء في النص كويس. بس الهواء ده مش هيحصل له حركه فبالتالي الهيت ترانسفير جوه بس باي كوندكشن في الهواء. وبعد كده على الشمال في هو مديني الكي بتاعت الازاز كي 1 ده كي 1 مديها لي ومديني الكي 2 بتاعت الهواء. وبعد كده عايزين نقول ان في كونفكشن على الشمال فهو مديني برضو اتش 1 واتش 2 والتمبشر جوه الاوضه كانت 20 درجه والتمبشر بره الاوضه كانت ماينس 10. فالازاز بيمنع بيمنع السقعه انها تخش السقعيه انها تخش يعني او الهيت ترانسفير بيحصل طبعا من جوه لبره. كيو دوت ماشي من جوه لبره والتمبشر هيبقى عامله كده هيحصل فيه كونفكشن وبعدين كوندكشن وبعدين كوندكشن تاني وبعدين كوندكشن تالت وبعدين كونفكشن في الاخر. فاكني عندي ادي اول ريزيستنس بتاعت الكونفكشن الاولانيه ده كونفكشن 1 وبعدين كوندكشن 2 كوندكشن 1 وبعدين كوندكشن 2 وبعدين كوندكشن 3 وبعدين كونفكشن 2. فعندي 2 كونفكشن وفي 3 كوندكشن في النص. عايز اعرف الكيو دوت بتعدي قد ايه وانا ما عندي واخد في اعتباري الكونفكشن والكوندكشن كويس. فعشان اعمل كده هقول ان الكيو دوت بتساوي الدلتا تي كلها اللي هي تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2 على الار توتال بس. فانا محتاج احسب الار بتاع كل واحده واجمعهم يبقى كده جبت التوتال ريزيستنس اوف هيت ترانسفير. فالار كونفكشن 1 دي هتساوي الواحد على ال H في ال A H1 اللي هو مدالي تمام. وده برضو R convection 2 مختلفة ال H بس بتحسب بنفس الطريقة. طيب ال R conduction 1 بتساوي ال R conduction 3 لان هما الاثنين glass بتساوي ال L بتاعهم نفس ال L على ال K نفس ال K في نفس الاريا. طيب وال R conduction 2 اللي هو في الهواء تساوي ال L اللي في النص اللي هي 10 ده L2 على ال K2 بتاعت الهواء في نفس الاريا. فكده ممكن اجيب كل الارات كل الريزيستنسز واجمعهم على بعض عشان اجيب ال R total وبعدين استخدم المعادله دي عشان اجيب ال K dot. فانا دلوقتي من غير ما اعرف التمبشرز جوه قد ايه قدرت احسب ال K dot بس ممكن اجيب التمبشرز جوه. لو عايز اعرف اجيب التمبشر اللي على السيرفس مثلا هنا دي اللي هي سميها T1 اجي اقول ايه؟ اقول بعد ما جبت الكيو دوت كيو دوت دي هي بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس تي انفينيتي 2 على الار توتال وبرده بتساوي تي انفينيتي 1 ماينس التي 1 على الار كونفكشن 1. ار كونفكشن 1 اللي هي الريزستنس بتاعت الكونفكشن هنا اللي انا جبتها اللي هي دي. فممكن لو عايز اجيب التي 1 عايز اجيبها اقوم مدخل الار كونفكشن 1 واجيب التمبرشر على السيرفس من بره او اجيب التمبرشر في اي مكان خلاص يعني امشي بالتدريج لحد ما اوصل للتمبرشر في كل في اي مكان. وده بتسهل يعني الطريقه دي بتسهل في الحسابات. شكرا.